دفع من متولي، والله الفاول على متولي، وضربة حرة لبيراميدز في مكان رائع، احسن من الضربة الركنية بكتير. ضربة حرة لبيراميدز، يعني التشجيع حلو والهتافات والأجواء والجمهور والحماس، لكن ليه 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 بنحشر كلام ملوش لازمة؟ يعني ماشي شجع شجع الإسماعيلي وشجع، لكن في يعني إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.